حتى الساعة. بإمكانكم أن تجدوا الكثير والمزيد من الموضوعات على موقعنا على الإنترنت bbcarabic.com، منها الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا وكل المجالات التي تهمكم. ومتابعة للموضوع السوري وتفاصيل أكثر عن الحكومة السورية الجديدة التي تم تكليفها اليوم، ينضم إلينا من دمشق المحلل السياسي أحمد صبوان. مرحبا بك معنا أستاذ أحمد. يعني هل من الواضح لماذا اختيار السيد حجاب في هذا المنصب؟ لماذا اختيار وزير زراعة ليكلف بتشكيل الحكومة السورية الجديدة في هذا التوقيت الحساس الذي تمر به سوريا؟ مساء الخير لك ولكل المشاهدين. واضح جدا أنه في الدستور الجديد الذي تم إقراره باستفتاء شعبي على أن الحكومة تعتبر بحكم المستقيلة بانتخابات مجلس الشعب وبالتالي بعقد هذه الجلسة، لذلك أنا باعتقادي أن هذه الحكومة مستقيلة. فيما يتعلق بالسيد رياض حجاب، ذكرتم أن اسمه فريد حجاب، هو رياض حجاب كان وزير زراعة في الحكومة السابقة لكنه مارس العمل الإداري لفترتين كمحافظ، تارة في مرة في القنيطرة ومرة في اللاذقية قبل أن يكون وزيرا للزراعة. بالمناسبة رئيس الوزراء الحالي الآن أو المستقيل، الوزارة المستقيمة، كان أيضا في الحكومة السابقة وزير زراعة. أنا باعتقادي أن هذا ناتج في هذه المرحلة على أن الأراضي السورية أو الجغرافيا السورية تشهد مشاريع عملاقة زراعية وخاصة في مناطق الشمال، ومن هنا أنا باعتقادي أنه تم تسمية السيد رياض، الدكتور رياض حجاب، المختص بالهندسة الزراعية ووزير الزراعة بتشكيل الحكومة، من أجل على الأقل قدرته وعطاءته وكفاءته فيما يتعلق بهذه المشاريع العملاقة التي فعلا ستعزز الأمن الذاتي الغذائي لسوريا، وبالتالي من أجل أيضا تنفيذ كل المشاريع فيما يتعلق بالري وفيما يتعلق بالزراعة وفيما يتعلق بالسدود أيضا. طيب وهي مرحلة أحمد يعني تشهدها سوريا. اسمح لي، يعني هل جل ما تشهده سوريا الآن هو المشاريع الزراعية العملاقة والري والسدود كما تقول؟ يعني هل ما تحتاجه سوريا أو هل أولوية سوريا الآن التركيز على المشاريع الزراعية في وقت تمر به البلاد كما يعلم الجميع؟ تعلمون أنتم في دمشق بأحداث جسام، وتتحدث الحكومة السورية عن إصلاح سياسي وعن حقبة جديدة وعن تحول سياسي تاريخي في سوريا. واضح جدا بالنسبة، أنا قلت عن رئيس الوزارة فيما يتعلق بهذا الشأن، لكن هناك 36 وزير في الوزارة، وبالتالي هؤلاء أيضا لهم اختصاصاتهم. أنا أبديت فقط وجهة نظر أنه لماذا وزير الزراعة، ربما ليكون لهذا السبب، لكن بالدرجة الأولى أن هناك وزراء في هذه الوزارة، وبالتالي هو رئيس الوزارة، هو رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس الحكومة. رئيس الحكومة هو رئيس الجمهورية. بالمناسبة في الدستور الجديد، في يعني الدستور الجديد، لكن هناك هذا نعم، يعني ما قصدت التطرق إليه، هناك تقولون أن هناك إصلاح سياسي، لكن بالنسبة للحكومة يبقى الحال كما كان عليه في الترتيبات السابقة؟ لا. يعني رئيس الجمهورية هو رئيس الحكومة الفعلي ورئيس الوزراء فقط هو يعني مسؤول؟ لا سأتحدث. نعم. سأتحدث معك في هذا الشأن. تفضل. لم تمهلني قليلا. تفضل. الدستور الجديد أكد على أن النظام الحكم في سوريا هو نظام ديمقراطي، وبالتالي يقوم على التعددية الحزبية والتشاركية السياسية. هناك كتل وبالتالي قوة سياسية موجودة، وأنا باعتقادي أن هذه الحكومة ستكون حكومة وحدة وطنية، ومن هنا ستجمع كل التيارات السياسية، وبالتالي هذه التيارات السياسية التي يمكن أن تمارس عملية البناء وتمارس الحكم الديمقراطي وتمارس أيضا التشاركية تحت سقف القانون وتحت سقف الوطن. ومن هنا أنا باعتقادي أن هذه الوزارة ستكون متميزة عن الوزارات السابقة، لا سيما وأنها تأتي أو تشكل لأول مرة في ضوء الدستور الجديد الذي نسف الدستور السابق، ولا سيما فيما يتعلق بالمادة الثامنة التي جرى حولها حديث كثير وكبير فيما يتعلق بقيادة الحزب للدولة والمجتمع. الآن ذهبت هذه المادة وهناك قوى سياسية وأحزاب سياسية وبالتالي كفاءات وقدرات ووحدة وطنية، يمكن أن تكون هذه الوزارة ممثلة للجميع. من هنا تم اختيار هذا الشاب
الاختصاصي في الزراعة كما أعتقد بالهندسة الزراعية والذي له تجربة هامة جدا في الوزارة وفي المحافظة وبالتالي في دور الحزب أيضا لأنه كان أمين عام للحزب أيضا في منطقة دير الزور ورئيس اتحاد طلاب وإلى آخره. لذلك أنا باعتقادي أن هذه الوزارة وبالتالي هذا ما أشار إليه السيد الرئيس في خطابه أمام مجلس الشعب على أن مجلس الشعب أيضا له دور فيما يتعلق بالاستحقاق السياسي المهم والقادم في سوريا وهو الحوار الوطني وبالتالي كجزء من الحكومة والتشاركية مع الحكومة. دعني أسألك عن نقطة أخرى، وفد أمريكي سيتوجه إلى موسكو لإجراء محادثات حول سوريا في وقت أعلن فيه في موسكو أن بقاء الرئيس السوري في منصبه لا يشكل شرطا لتحقيق تسوية، يعني هل تثير هذه التحركات والتصريحات القلق في دمشق وهل يبقى خيار دمشق الوحيد هو الاعتماد على الدعم الروسي التام؟ لا، أول التصريح الأساسي أنه لا يجوز أن تكون إقالة السيد الرئيس شرطا من شروط التفاوض أو المباحثات أو الحوار. نحن نرحب فعلا بأي خطوة جادة وإيجابية على سواء كانت على مستوى ثنائي بين دول أو بين هذه الدول وسوريا فيما يتعلق بالدخول في العملية السياسية والحوار السياسي الشامل. ومن هنا أنا باعتقادي على أن اللقاء أو الأحرى الدعوة التي دعت إليها روسيا بعقد اجتماع لدول إقليمية منها تركيا وإيران أنا باعتقادي يمكن أن يصب فعلا في اتجاه حقيقي جدا وهو الدخول في العملية السياسية وبالتالي أخذ ضمانات من تركيا بعدم دعم الجماعات الإرهابية المسلحة في الداخل سواء بالسلاح أو بالإعلام أو بالتجيش فيما يتعلق بقضية اللاجئين. لذلك المسألة الأساسية والمهمة في هذه المرحلة أي جهد صادق وجاد فيما يتعلق بإخراج سوريا من أزمتها بالدخول في عملية سياسية بإقامة حوار وطني شامل على المستوى السوري يقوده السوريون هذا كله أمر مهم جدا ويساهم ويعزز فعلا الأمن والاستقرار ويعزز أيضا الخطوات اللاحقة التي تستند إلى قيام نظام يعني حكم ديمقراطي. أنت أستاذ أحمد لم تجيبني على سؤالي إذا ما كانت هناك خيارات أخرى أمام الحكومة السورية في حالة تغيرت مثلا المواقف الروسية تجاهها دمشق. سأعتذر منك لضيق الوقت، يعني شكرا جزيلا عموما على إفاداتك ومشاركتك معنا. شكرا المحلل السياسي أحمد صوان، كنت معنا مباشرة من دمشق. قتل 22 شخصا وجرح 50 على الأقل في انفجار انتحاري نفذه شخصان استهدف فندقا في قندهار يقيم